ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. انتشرت فوضى عارمة بحمام للنساء يقع بحي الموقف بمراكش العتيقة بعد إقدام جزار على اقتحامه صباح أول أمس السبت. الأخبار الواردة من المنطقة تؤكد أن الجزار دخل الحمام بعد توصله بنداء استغاثة من زوجته بالحمام المذكور، ليتأبط الجزار سكينا من الحجم الكبير الجنوي ويعمد لاقتحام الحمام دون تفكير لإغاثتها. وفعلا حاول الجزار تهديد السيدة غريمة زوجته والتي لجأت إلى سطل بلاستيكي قب للدفاع عن نفسها، إلا أن ارتفاع صراخ النساء المستحمات من داخل الحمام أجبر الجزار المقتحم على المغادرة نحو وجهة مجهولة. ثلاث متضررات عمدن فعلا لوضع شكاية لدى مصالح الدائرة الثانية للأمن الوطني، والتي فتحت تحقيقا في الموضوع وأطلقت حملة بحث مكثفة تنفيذا لتعليمات النيابة العامة عن الجزار المقتحم.